جدا متابعي اخبار الفجر المغربيه، اهلا وسهلا بكم. كان تواجدوا باقليم العرائش بالضبط بدوار العزيب الاعلى ولا الفوقي كيف معروف. حنا في واحد السكن اللي عرف واحد التضرر كبير جدا، وهذا هو صاحب المنزل. كيف كتشوفوا يعني المنزل ما بقى فيه والو غير يعني المتلاشيات، كلشي تحرق والناس يعني خواو صافي داكشي اللي كان عندهم. قلنا الاخ الكريم عرفنا الاسم ديالك، وقلنا كيفاش يعني تا حسيتوا بالفاجعه وشنو كان رد الفعل ديالكم؟ الاسم ديالي محمد المريني، كما اول الزيب الاعلى. كنا هذا الماتش هذا هو من المداشر اللي تعرض للضرر كبير بزاف. بدا تقريبا حدانا في قبيله بنيسف، تقريبا ماشي ثلاثه، يعني ما نتصلوا بالمسؤولين انهم يدخلوا، كان بامكان يدخلوا ويتم الوقف ديالها قبل ما توصلوا الزحاف حتى للمزارع. ما تم باش ما جاوبوناش في التليفونات، مازال النوامر ديالنا كنا كنتصلوا بهم في كونتاكت، ما جاوبوناش. هبط ما كان بدون حد جواب، بقى في المزارع قبل ما توصل للمتجر. لحقاش حنا سبق تحرقنا في 2012 وما كتوصلش للديور، كنا حبسناها مازال في المزارع. شحال اسمح لي شحال قضى الوقت باش وصلت عندكم السلطات المعنيه باش يطفيو العافيه؟ السلطات المعنيه ما وصلتش لعندنا حتى من بعد مرات العافيه، عاد جا القايد لهنايا وجا الترونسبور، وهذا كان الشيفور ديالو باش يهبط الناس. الترونسبور ديال النقل المدرسي، رقم الهاتف ديالك 06 62 45 50 45. اذا هذا رقم ديال واحد من الدوار اللي بغى يجي، يعني شنو سميتو بالضبط، العزيب الاعلى الفوقي او العزيب الاعلى، يجي يتواصل بهذا الرقم هذا، يتلاقاوك الناس ديال الدوار يعني اللي قدرتوا عليه دعموهم. حنا كموقع اعلامي وطني كنحاولوا ما امكن نسلطوا بالصوت وبالصوره المعاناه ومأساة ديال هاد الساكنه هادي اللي ضرت بزاف. ويعني اذا جيتوا تشوفوا يعني كلشي ولا رماد، كلشي ولا مفخر، يعني ما عندك ما تشوف هنا الا القحط والجفاف. نتمنوا من السلطات انها تشوف مع هاد الناس هادو ودارك معهم الوضع، وكذلك المجتمع المدني وكل الجمعيات الوطنيه تجي وتزور عين المكان وتدعم هاد الناس هادو. نطلب الله سبحانه وتعالى يدوز هادشي بردا وسلاما عليكم ان شاء الله بحول الله. غادي نبقاو معكم ان شاء الله، نزوركم وغادي نبارطاجيو هاد المباشر هذا معكم ان شاء الله، على اساس الناس يجيو يتواصلوا معكم ويكون غير خير ان شاء الله. وشكرا لتواصلكم كاملين.